السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا في هذا الفيديو الجديد. إذا هذا الفيديو فهو خاص بالنسبة للجدول المشترك العلمي علوم الحياة والأرض. إذا استعداد بالنسبة للفرد الأول المحروس. إذا قبل البدء في هذا الفيديو ما تنساش تصلي وتسلم على محمد أزكى عليه أزكى الصلوات والسلام. إذا في هذا العيد المولد النبوي الشريف ما تنساوش ديما تصلوا على رسول الله. إذا نبدأ على بركة الله بخصوص هذا التمرين هذا. إذا غادي نتعرفوا في هذا التمرين هذا كيفاش نديروا نحسبوا التردد، ونحسبوا إن شاء الله كيفاش نديروا نحسبوا كذلك عامل أو معامل التردد لانديس دو فريكونس اي لا فريكونس. دونك باغ اكزومبل كيعطيوكم واحد الجدول فيه مجموعة من العناصر النباتية، وفي هذه العناصر النباتية كيكون كنديرو مجموعة من الجرود، كنديرو دي غولفي. دوك ار، دوك ار ماجيسكيل كتعني سون دي غولفي. وعطاونا مجموعة ديال الأنواع النباتية، مثلا عندنا الفوجير اكل، عندنا البولون بلون، عندنا البولون بيبيسون اكسيتيرا، الشاتينيا اكسيتيرا. هذا سون دي اسبيس فيجيتال. وعندنا عطاونا مجموعة من الجرود، مثلا الفوجير اكل درنا مجموعة من الجرود، درنا كنديرو 6 ديال الجرود، وكنشوفوا داك البليس، يعني داك البليس يعني راه متواجد في داك الجرد الاول. درنا لقينا الفوجير بليس، الجرد الثاني لقيناه، الثالث لقينا داك البليس يعني موجود، مو يعني غير موجود. كيفاش كنديروا نحسبوا الفريكونس؟ باستعمال هذه العلاقه اللي هي لتحت عندكم، اف كتساوي ان سير غرون تان مضروبه في 100. صافي، ان هي لو نومبر دو غولفي اكزيستون لسبيس فيجيتال، و ان كبيره هي مجموع الجرود، هي لو نومبر توتال دو غولفي. باغ اكزومبل درنا واحد المثال بور الفوجير اكل، مثلا داك الاول شحال ان 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 شحال لقينا هاد الفوجير اكل في داك 6 الجرود، لقيناهم بستة، دونك 6 ومجموع الجرود هما 6. دونك نديرو ان على كرونتان مضروبة في 100، يعني 6 على 6 مضروبة في 100، دونك كتساوي هي في 100%. صافي، دونك هي 100%، دونك ان كت دونك اف كتساوي 100%. صافي، دونك الى بغينا عاوتاني نشوفو بالنسبه لو بولون بلون، دونك عاوتاني عندنا ان صغيره كتساوي هي 5، و ان كبيره هي 6، دونك 5 على 6 مضروبه في 100، وغادي نلقاو الاعداد ديال، وغادي نلقاو اف، مثلا اف نلقاو تقريبا 80 ولا هذا. وغادي نشوف دابا نشوفو الطريقه كيفاش نحسبو كسكون ابل لانديس دو فريكونس، يعني معامل التردد. هاد معامل التردد ممكن يكون كيساوي 1 ولا 3 ولا 2، 2 كبيره ولا 3 كبيره ولا 4 كبيره ولا 5، على حساب الفريكونس. صافي، على حساب سكون ابل التردد. اذا داك التردد كيعطيني واحد الفكره على على المعامل ديال التردد اللي صوب لنا واحد الجدول، واحد العالم صوب لنا هاد الجدول. قالنا الا كانت اف اصغر من 20 غتكون كتساوي لانديس دو فريكونس 1، والتيب دو سبيس فيجيتال يعني غتكون تخي نادر جدا، تخي غار. ولا كان ما بين 20 و 40 تيكون غار، و تيكون لانديس دو فريكونس كيساوي 2 وهكذا. دونك هاد الجدول، دونك مثلا بالنسبه لذاك لي سبيس فيجيتال الاول اللي هو لو فيجير اكل، لقينا اف كتساوي اف كتساوي هي 100. دونك 100 جات ما بين 80 و 100، دونك لانديس دو فريكونس ايتيغال ا غران 5، دونك ا 5. وغادي يكون لو تيب دو لسبيس فيجيتال غيكون غيكون تخي فريكون. صافي، غيكون تخي فريكون. وهكذا مثلا لقينا عاوتاني 5، عاوتاني في البولون بلون لقينا كيساوي مثلا تا هو لانديس دو فريكونس تساوي 5، دونك غادي يكون لو تيب دو لسبيس فيجيتال غيكون تا هو تخي فريكون. صافي، وهكذا انتوما غادي تصايبوا لنا البقيه بالنسبه لهاد لي سبيس فيجيتال. دونك حنا صوبنا بالنسبه للفوجير اكل، وبالنسبه لو بولون بلون انتوما بقى لكم غادي تعمروا هاد الجدول بالنسبه لو بولو بيبيسون شاتيني لو شين سول اكسيتيرا، وتعمروا لنا هاد الجدول هذا، تحسبوا اف وتحسبوا اي اف يعني لانديس دو فريكونس. صافي، اذا نتمنى ان هادشي يكون واضح بسيط للغايه، حسابات عاديه. من بعد غادي نتعرفوا كيفاش نديروا نحسبوا سكون ابل ليستوغرام دو فريكونس، او بيان ليستوغرام دي كورب، او بيان لي كورب دو فريكونس، يعني المنحنى ديال التردد بالاعمده او منحنى التردد. صافي، اذا نتمنى ان الفكره وصلت. ما تنساوش دائما تصليوا على رسول الله. وصلنا نهايه هذا الفيديو هذا، وكنشكركم دائما على المتابعه ديالكم، وما تنساش تبارطاجي هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالك، لان ثم على وقت قصير باش تدوزوا الفرد المحروس. إلى اللقاء.